بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر الإمام البخاري رحمه الله الأبواب السابقة الأعمال التي هي من الإيمان، الأعمال التي هي من خصال الإيمان، أعقبها بهذا الباب: باب الدين يسر. ما المناسبة؟ قالوا: لئلا يظن من يقرأ هذه الأبواب أنه لازم يأتي بهذه الأعمال كلها، فقال الدين يسر، يعني يأتي بما تيسر له، يأتي منها بما تيسر له ولا يشدد على نفسه. هذا وجه، الله أعلم، وجه الحكمة في ذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة. وذكر أثرا معلقا بدون سند: أحب الأعمال إلى الله، الدين إلى الله. نعم، أحب الدين إلى الله الحنيفية، حنيفية السمحة. الدين المراد به الأديان السماوية، الأديان التي شرعها الله على الأمم: التوراة والإنجيل، وأديان الأمم السابقة، أديان الرسل السابقين، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكلها أديان في وقتها، أديان في وقتها دينية سماوية، وأهلها مسلمون، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم توحد الدين بما جاء به صلى الله عليه وسلم، ونسخ الأديان السابقة، لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو أحب الأديان إلى الله، أحب الأديان إلى الله. لماذا؟ لأنه ملة إبراهيم عليه السلام، حنيفية السمحة، وهي ملة إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، ما فيه السماحة واليسر. أما الأديان السابقة ففيها شدة، كلفوا أشياء عقوبة لهم، كلفوا أشياء عقوبة لهم، كان منها أن توبتهم بقتل نفسه، لا يقبل الله توبته إلا يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. هذا مما شدد الله به عليهم عقوبة لهم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. كانت في الأول حلال، حرمها الله عقوبة لهم، ففيها شدة. أما هذا الدين ولله الحمد فهو دين اليسر والسماحة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم
ليتم نعمته عليكم. فهذا الدين ولله الحمد دين السماحة واليسر، لكن يجب أن نعرف أن الدين والسماحة ليست بالتحلل من أحكام الدين، لأن بعضهم لقيت له صل قال الدين يسر يا أخي، ما هو بلازم الصلاة، الدين يسر، صلي أو ما أصلي أنا مسلم ولا تلزمني بالصلاة، الدين يسر، يترك الطاعات ويفعل المحرمات ويقول الدين يسر، هو هكذا. الدين يسر في أحكامه التي شرعها الله ميسرة، ما هو بالدين يسر بمعنى أن تترك الأحكام الشرعية، هذا من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى دين الإسلام اللي يسمون التسامح الآن، تسامح يعني لا تؤاخذ أحدا بفعل فعله، تسامح معه، الله لا ما سامحه ونحن نسامحه، ما يجوز التخلص من الدين باسم التسامح أو باسم السماح، هذا قول على الله وكذب على الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا امتثلت أوامر هذا الدين تجد أنها يسر، ما فيها مشقة ولله الحمد، ما فيها مشقة ولا فيها إرهاق للنفوس، الله لا يرضى لنا هذا، يرضى لنا التوسط في العبادة. وهؤلاء يقولون لا، الدين يسر بمعنى أنك بهواكم، بغيت تصلي أو ما تصلي أو تعمل كذا الدين يسر، هذا ما هو بيسر، هذا حرج والعياذ بالله، التخلص من الدين هذا حرج وليس يسرا. اليسر مع التزام الدين وفعل الرخص التي شرعها الله سبحانه وتعالى، هذا هو اليسر. عدم التشديد على النفس، عدم التكلف، هذا هو اليسر. العبادة متوسطة، لا تشدد على نفسك ولا تتساهل، هذا هو اليسر. أما التحلل من أحكام الدين يقولون هذا يسر، ومن التزم بها يقولون هذا متشدد، هذا كلام باطل، يجب أن نعرف هذا، لأن الآن تثار قضايا لإفساد هذا الدين باسم السماحة وباسم اليسر وباسم، يستعملون الأشياء في غير محلها وينسبون هذا إلى الدين وإلى الله ورسوله، وهذا كذب. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسد إن الدين يسر، يسر في تشريعاته، في تشريعاته التي شرعها الله سبحانه وتعالى. الصلوات الخمس ليس فيها عسر ولا مشقة ولله الحمد. الزكاة ربع العشر من المال وليس فيها مشقة ولا إجحاف. الصيام شهر من السنة، 11 شهر وأنت مفطر، تصوم شهر واحد. الحج مرة واحدة في العمر على إيش؟ على المستطيع، هذا هو اليسر. ما هو اليسر أنك تترك أوامر الدين، تستريح بزعمك، تفعل ما تشاء من المحرمات، تقول الدين يسر. نعم. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين، ما أحد يستطيع أن يحصي كل ما أمر الله به ويقوم به، ما يستطيع هذا أحد. لو تصلي الليل والنهار ما استطعت أنك تحصي هذا الدين، لكن تأتي منه ما تستطيع. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم،
قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أتيت بما تستطيع فهذا هو الدين، وهذا هو السماحة في الإسلام. وأما أنك تبي تفعل الدين كله ما تستطيع هذا، الدين كثير، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذا أنك أردت أنك تحصي الدين وتقوم به كله، الدين يغلبك، الدين يغلبك، تعجز عنه وتنقطع. لأن هذا ملاحظ، أن المتشددين الذين يشددون على أنفسهم ينقطعون ويتركون العمل. فإذا اتبعت الأسهل فالأسهل هذا يعينك على الاستمرار. إذا توسطت بين الكسل وبين الشدة هذا يعينك على الاستمرار في الطاعة. أما إذا تشددت فإنك تمل، تترك العمل، تترك العمل، تصلي كل الليل بعض الليالي، الليلة الثانية ما تستطيع، تنام، عجز. لكن إذا قمت من كل ليلة ما تيسر سهل عليك هذا واستمررت عليه. الصيام تبي تصوم كل السنة ما تفطر أبد، تعجز. لو صمت أول سنة تعجز في السنة الثانية، فصوم حسب استطاعتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن استطعت رمضان تصومه أداء تصوم، وإلا إذا صرت معذور تفطر وتقضي من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تقوم من الليل ما تيسر، ولا تقوم الليل كله، تنام ترتاح وتقوم ما تيسر من الليل. اقرأوا ما تيسر منه. فهذا الدين ولله الحمد، دين يسر. ولن يشاد الدين أحد. تبي تغلب عليه أنت وتبي تحصيه مات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا كما يأتي. فعليك أن تفعل ما تستطيع وتداوم عليه، أفضل من أنك تنهك نفسك ثم تنقطع تترك العمل في النهاية. وما رأينا أحدا تشدد إلا وترك العمل وانتكس. في ناس تشددوا الآن صاروا مع الفساق، تحللوا من الدين عقوبة لهم والعياذ بالله. فالوسطية في الدين هي الخير، بين الغالي وبين الجافي. هذا هو دين الإسلام. الفرائض لا تترك، تؤدى. أما النوافل فتأتي منها ما يسر الله لك وما تستطيع. والفرائض ليس فيها مشقة كما ذكرت لك، الصلاة ما فيها مشقة، خمس صلوات في اليوم والليل، الزكاة على الغني، والفقير ما عليه زكاة، على الغني ربع العشر. عندك مليارات ما يجب عليك إلا ربع العشر، عندك 100 ريال ما عليك إلا ربع العشر. الحمد لله على الكثير والقليل، ربع العشر، ربع العشر ما حد يعجز عنه إلا الفقير اللي ما عنده شيء، هذا ما عليه شيء. الصيام شهر واحد في السنة، إن شاء إن قدر يصومه أداء، وإلا يقضيه إذا أفطر لعذر. والقضاء موسع والحمد لله. الحج كما تعلمون، اللي ما يستطيع ما عليه شيء، اللي يستطيع عليه مرة واحدة في العمر. هل أيسر من هذا شيء؟ ما أيسر من هذا شيء. النوافل الباب مفتوح لك، النوافل
الباب مفتوح لك، ما دام انك عندك رغبة تأتي بما يسر الله لك منها، وإذا تركتها ما عليك شيء، ما هي بواجبة. هذا هو اليسر في الإسلام. نعم. فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا وقاربوا، سددوا أي أصيبوا، أصيبوا السنة، احرصوا على إصابة السنة، فإذا لم تقدروا على الإصابة على الأقل قاربوا الإصابة، قاربوا الإصابة، سددوا وقاربوا. من لم يستطع تسديد فإنه يقارب ما يستطيع. نعم. سددوا وقاربوا، وقاربوا وأبشروا، وأبشروا، لا يكون عندك قنوط وخوف، يكون عندك رجاء أيضا، تجمع بين الخوف والرجاء، فلا تقتصر على الخوف تكون مثل الخوارج، ولا تعتمد على الرجاء فقط فتكون مثل المرجئة، خلك بين الخوف والرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تجمع بين الخوف والرجاء. نعم. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني استعينوا على السير الحسي، المسافر السفر الحسي بين البلاد، لا يسير وسط النهار وقت الشمس وقت، ولا يسهر الليل كله بالسير، بل يستغل وقت البراد، الغدوة وهي الصباح وقت البراد، والروحة بعد الظهر وبعد ما تبرد الجو، وشيء من الدلجة من الليل، ما هو كل الليل، خذ من الليل وقت الدلجة أي آخر الليل، بهذا تقطع المسافة وأنت مرتاح. هذا السفر الحسي. السفر المعنوي إلى الآخرة مثله أيضا، استغل أوقات البراد وأوقات النشاط، وارتح في الأوقات الشاقة، ارتح وقت القيلولة، وقت النوم بالليل نم، وخذ، لكن تداوم على هذا، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، تداوم على هذا، المطلوب المداومة. أما أنك يوم تفني نفسك ويوم ما تسوي شيء، هذا لا، ما يصلح هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. نعم. الصلاة من الإيمان، يعني الصلاة عمل وهي من الإيمان، بل هي أفضل خصال الإيمان. الدليل على أن الصلاة إيمان قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. إيش الدليل؟ دليل أن هذه الآية نزلت في الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس من المسلمين ثم ماتوا قبل تحويل القبلة إلى الكعبة، ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كان يصلي إلى بيت المقدس حوالي سنتين، يصلي إلى بيت المقدس حتى في المدينة لما هاجر كان يصلي في الأول إلى بيت المقدس، ثم إن الله حوله من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا يسمى بالنسخ في الشريعة، هذا نسخ، فنسخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك
شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة الكعبة تحول عن بيت المقدس، والمسلمون تبعوه في ذلك. فيه ناس في العهد الأول ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، ندم عليهم أقاربهم، قالوا ما شان أو ما حال الذين ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة. الله جل وعلا طمأنهم فقال: ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، صلاتكم إلى الكعبة بأمر الله جل وعلا، فمن صلى إلى بيت المقدس في وقته صلاته صحيحة، ومن صلى إلى الكعبة بعد النسخ صلاته صحيحة. فهذا من يسر هذا الدين ولله الحمد. ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن هذا بأمر الله سبحانه وتعالى وشرعه. فطمأنهم على الأموات. الشاهد من هذا أن الله جعل الصلاة إيمانا، سماها إيمانا، وهذا صريح أن العمل من الإيمان، وأن الأعمال كلها، الأعمال الصالحة كلها إيمان من خصال الإيمان. في هذا رد على المرجئة الذين يخرجون العمل بجميع أنواعه، يخرجونه من الإيمان. هذا رد واضح أن الله سمى الصلاة إيمانا وهي عمل، دل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ليس قولا فقط ولا اعتقادا فقط ولا عملا فقط، بل لابد من الثلاثة: اعتقاد نطق باللسان وعمل بالقلب، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان، ومنه الصلاة. ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق. أعد. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. نعم. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. أما قوله عند البيت هذا محل إشكال كما ذكر الحافظ ابن حجر، المراد ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نسخ القبلة. نعم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار. نعم، لأن أجداد الرسول من جهة الأم وأخواله من الأنصار رضي الله عنهم، أمه من الأنصار من بني النجار. نعم. وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهراً أو 17 شهراً بعدما فرضت الصلاة، الصلاة فرضت قبيل الهجرة وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فرضت متى؟ ليلة المعراج. والإسراء والمعراج متى حصل؟ قبل الهجرة، قبل الهجرة بيسير، ففرضت الصلاة قبل الهجرة وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة، ثم هاجر إلى المدينة وكان في مكة عند البيت، وفي المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس إلى أن حول الله القبلة إلى الكعبة، فتحولوا إلى الكعبة. نعم. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. فلنولينك قبلة ترضاها، لأنه يحب أن يستقبل البيت
الحرام لأنه قبلة إبراهيم عليه السلام. نعم. وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم. أول صلاة صلاها بعد تحويل القبلة إلى الكعبة صلاة العصر. نعم. وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت. فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون. نعم. فقال أشهد بالله. راكعون إلى بيت المقدس، باقين على الأصل، ما بلغهم النسخ. نعم. فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. شوف الإيمان، ما راحوا يسألون هو صحيح ولا ما هو صحيح ولماذا، لما بلغهم الخبر ووثقوا من المخبر استداروا وهم في الصلاة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن، نعم، استداروا وهم في الصلاة، أولها إلى بيت المقدس وآخرها إلى مكة، وكلها صحيحة، كلها صحيحة والحمد لله. نعم. وكانت لكن العبرة في استسلامهم على طول وانصرافهم في الصلاة من كمال إيمانهم رضي الله عنهم، نعم، وانقيادهم. نعم. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، قبلتهم، لأن بيت المقدس قبلتهم، وكانوا يحبون ويعجبون من أن الرسول وافقهم على ذلك لأنهم أصحاب أهواء. نعم. إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب. نعم، أهل الكتاب عموما، يعني اليهود وغيرهم. نعم. لكن هذا فيه نظر، لأن النصارى لا يستقبلون بيت المقدس، يستقبلون المشرق، يصلون إلى المشرق. نعم. فلما ربما أنهم كانوا في الأول يصلون إلى بيت المقدس لأن استقبالهم للمشرق هذا من التغيير الذي غيروا به دينهم، لأنهم جاءهم رجل يهودي ادعى الإيمان بالمسيح ليقلب النصرانية ويغيرها، ومن جملة ما غير القبلة خلاهم يصلون إلى بيت المقدس لأنه مشرق الأنوار، يقولون مطلع الشمس وإلى آخره، وهذا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، لم يشرعه الله، إنما هو من تغييرات هذا اليهودي الذي قبلوا منه تغييراته. الصليب أيضا هو الذي أحدث، هذا اليهودي هو الذي أحدث عبادة الصليب وقبلوها منه لغباوتهم. نعم. فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، يعني اليهود لما ولى صلى الله عليه وسلم وجهه قبل البيت بأمر الله أنكروا ذلك، لأنهم يريدون أن يستمر على بيت المقدس، لأنهم أصحاب أهواء، ما هم يقولون هذا أمر الله ونحن ندور مع أمر الله، بل يقولون يتعصبون لما هم عليه حقا كان أو باطلا، هذا شأن اليهود. نعم. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا. هذا محل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمان، هذا في الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس. نعم. فلم ندري ما نقول فيهم، يعني هل هم على حق أو على غير حق، ماتوا على استقبال بيت المقدس، الله جل وعلا طمأنهم. نعم. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنها بأمر الله وطاعة لله عز وجل، فالعمل بالشيء قبل أن ينسخ طاعة لله، أما إذا نسخ فالعمل بالمنسوخ وترك الناسخ، الطاعة تكون في العمل بالمنسوخ، تكون بالناسخ، الطاعة تكون بالعمل بالناسخ وترك المنسوخ. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حسن إسلام المرء.
خلصنا من قضية الصلاة إلى بيت المقدس والصلاة إلى الكعبة. ولا شك إن تحويل الكعبة أحدث عند الناس استغراباً، فاليهود أنكروا هذا وهم يعلمون أنه حق، يعلمون أنه حق، ولكنهم يكابرون. والمشركون أيضا فرحوا، قالوا هذا رجل يتخبط حين كذا وحين كذا، ففرحوا الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأناس مسلمون ضعاف الإيمان ارتدوا عن دين الإسلام والعياذ بالله تأثرا باليهود. لهذا قال: وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإنها أي قضية تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فهؤلاء يقبلون ما أمر الله به ولا يعترضون. أما اللي عندهم ضعف إيمان أو عندهم شك فإنهم تكبر عليهم هذه المسألة ولا يعلمون أن الأمر لله، أن الأمر لله يشرع ما يشاء سبحانه وتعالى، والطاعة هي اتباع أمر الله لا اتباع الهوى والتعصب لما عليه الآباء والأجداد. هذا هو الإيمان، يدور مع أمر الله عز وجل حيث دار. فهي امتحان بلا شك، تحويل القبلة امتحان. وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. قال: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. نعم، أعيد الترجمة. باب حسن إسلام المرء. باب أو باب حسن إسلام المرء. نعم، حسن إسلام المرء كما يأتي تركه ما لا يعني. متى يكون إسلام المرء حسنا؟ متى يكون إسلام المرء حسنا؟ إذا كان إسلامه على طاعة الله وعلى أوامر الله ولا يعترض على شرع الله عز وجل، بل يستسلم ويطيع وينقاد وتطيب نفسه بذلك. نعم. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. حسن إسلامه يعني استقام، استقام على الاعتدال، لا غلو ولا جفا، بل يكون متوسطاً في دينه بين الإفراط والتفريط، هذا حسن الإسلام. فإن أفرط وغلا هذا من السوء، وإن فرط وجفا فهذا من السوء. أما الحسن فهو ما بين الإفراط والتفريط والجفا والتشدد. نعم. يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. إذا أسلم المرء تاب إلى الله دخل في الإسلام، فالإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها من الكفر والشرك والأعمال القبيحة، كلها يكفرها الله بالتوبة.
قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفي الحديث الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والهجرة تجب ما قبلها. ثم بعد ذلك بعدما يسلم يستقبل العمل، يستقبل العمل الحسنة بعشر أمثالها، إذا عمل حسنة فالله يعطيه عشر أمثالها من الجزاء تفضلا منه سبحانه، فضل، ويزيد على عشر أيضا إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، فلا حد للمضاعفات. وهذا كله من فضل الله، يعطيه الله شيئا لم يعمله، بل من فضله وإحسانه. وأما من أساء فالسيئة جزاؤها سيئة، هذا عدل منه سبحانه، ما يحمله الله أكثر من عمله السيء. الطاعة يزيدها الله، وأما المعصية فبقدرها ولا يزيدها الله، عدلا منه سبحانه. فالمضاعفة فضل، والسيئة بالسيئة عدل، عدل منه سبحانه وتعالى. وإن شاء عفا، إن شاء عفا عنها أيضا. نعم. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها. القصاص يعني الجزاء. كان بعد ذلك، بعد ما يتوب ويسلم يستقبل العمل، يكون الجزاء على عمله الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. نعم. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسيئة بمثلها إلى سبعمائة ضعف، هذا في الحديث. وفي الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. أكثر من هذا بعد، والله واسع عليم. فباب الفضل والمضاعفات مفتوح، وأما السيئة فلا يزاد عليها، يجزى بمثلها فقط أو يعفو الله عنها. نعم. والسيئة بمثلها أي إلا أن يتجاوز الله عنها، أو يتوب الله على صاحبها إذا كانت دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. نعم. هذا الجزاء بعد إسلامه يتجه إلى العمل على الحسنات يضاعفها الله، والسيئات يجازي بمثلها أو يعفو عنها بفضله سبحانه وتعالى. نعم. قال باب هذا يدل على يسر الإسلام، أنه يسر، دين اليسر ولله الحمد. نعم. قال باب أحب الدين إلى الله أدومه. نعم، هذا ترجمة لكن هي وارد في حديث أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، وإن قل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. نعم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته
وإذا بامرأة عند عائشة رضي الله عنها فسأل عنها، قالت فلانة وذكرت من اجتهادها في العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: مه، يعني كلمة زجر، مه يعني كف، تكف عن هذا، عن التشدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها تشدد في العبادة ووجهها إلى أن تعمل ما تيسر ولا تشق على نفسها، وقال إن الله لا يمل حتى تمل. الله جل وعلا يقبل على عبده في العبادة وتقبل منه ويستمر على ذلك حتى ينصرف العبد، إذا انصرف العبد الله ينصرف سبحانه وتعالى عنه، لا يمل حتى تمل. وهذا الله لا يمل سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب المقابلة والمشاكلة في اللفظ، مثل وجزاء سيئة مثلها، يسخرون منهم سخر الله منهم، الله يستهزئ بهم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ويمكرون ويمكر الله. هذه أفعال وإن كانت مكروهة من العباد إلا أنها من الله كمال وليست نقصا، وإنما هي كمال لأنها عدل، مبنية على العدل والجزاء، ليست على الظلم وعلى الجور. سخرية العباد أو استهزاء العباد بعضهم من بعض أو مكر العباد هذا ظلم ولا يجوز، أما هذا من الله فهو عدل وجزاء منه سبحانه وتعالى يحمد عليه. فليس هذه الأفعال بالنسبة لله ليست هي مثل الأفعال التي عند المخلوقين، وإنما سميت بهذه الأسماء من باب المقابلة والمشاكلة فقط. نعم. أسئلة شيخنا؟ نعم، نقف الأسئلة ولا؟ طيب، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. مش انتهيت عليه؟ باب زيادة الإيمان. أي نعم. هذا سائل يسأل فيقول: ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ زقوم، الشجرة الملعونة شجرة الزقوم والعياذ بالله. نعم، والشيعة يقولون الشجرة الملعونة بنو أمية من جملة تحريفاتهم. نعم، أحسن الله إليكم. شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون فغلي الحميم، هذه شجرة الزقوم. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما توجيه فضيلتكم، ولماذا شجرة الزقوم فتنة؟ لماذا صارت فتنة للكفار؟ لأن أبا جهل لما سمع الآية إن شجرة الزقوم طعام الأثيم قال الزقوم هو الزبد، زبد مع التمر، هي عند العرب الزقوم يتزقمونه يعني الزبد مع التمر، جاب لهم تمر وزبد قال تزقموا، هذا هو الزقوم الذي يتوعدكم به محمد. صارت فتنة يعني والعياذ بالله للكفار، حيث يتمسخرون من القرآن. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما توجيه فضيلتكم في من يضيعون أيام وليالي شهر رمضان المبارك بمشاهدة التلفاز وغيره من الاستراحات والتجمعات؟ هذا ضياع. شهر رمضان فرصة في عمر المسلم قد لا يدركه مرة ثانية، فيستغله بطاعة الله وبذكر الله والأعمال الصالحة، ولا يضيعه باللهو واللعب والغفلة والكسل
أو أشد من ذلك، يضيعه بالمعاصي والمحرمات أو بمتابعة المسلسلات الهابطة التي تضيع الوقت، على الأقل هي مضحكة ومضيعة للوقت، وإلا هي يأتي فيها سخرية ويأتي فيها استهزاء ويأتي فيها أمور محرمة. فالمسلم يحفظ وقته ويرفع نفسه عن الدنايا وعن التوافه والأشياء التي تضر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن بعض الكتب الميسرة في فنون العقيدة والحديث والفقه ومصطلح الحديث وأصول الفقه ونحو ذلك. مختصرات، مختصرات في كل فن ولله الحمد كتب مختصرة للمبتدئ في كل فن من هذه الفنون، يسمونها المتون، متون العلمية، ويقولون ما المتون تقوي المتون، يعني تقوي العضدين والأعضاء، فهي مداخل للعلوم، على طالب العلم أن يحفظها ويحضر شرحها على المشايخ ليترقى منها إلى ما هو أعلى منها وأبسط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: هل الكلام المجمل يحمل على المفصل في كلام البشر؟ بلا شك، نعم، يحمل كلامهم المجمل على كلامهم المفصل، والمطلق يحمل على المقيد. نعم، يجمع بين كلام الشخص ويقارن بينه، ما يؤخذ قسم منه ويترك القسم الآخر، هذا من الظلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائر يسأل فيقول: رجل ذبح ووزع ذبيحته على أقربائه مع العلم أنه تارك للصلاة، فهل تؤكل ذبيحته؟ رجل وزع لأقاربه ذبيحة ذبحها مع أنه تارك للصلاة، فهل يأكلون من هذه الذبيحة؟ لا تحل ذبيحته، اللي يترك الصلاة لا تحل ذبيحته، بناء على القول الصحيح أنه يكفر، والكافر لا تحل ذبيحته. فإذا تأكدوا أنه ما يصلي أبداً لا مع الجماعة ولا في المسجد، لا مع الجماعة ولا في بيته، يترك الصلاة نهائياً، فلا يأكلوا من ذبيحته. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل فيقول: صفة الخداع، المكر، الملل وغير ذلك من الصفات، ما العلة في عدم وصف الله تعالى بها؟ يوصف الله بها لأنها جاءت في القرآن، لكن هي في حقه غير هي في حق المخلوقين، لأنها في حق المخلوقين مذمومة لأنها ظلم وعدوان، أما في حق الله فهي عدل ومجازات يحمد عليها سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل فيقول: يقول فلان في كتابه: وقد بينت في كتابي هذا بطلان من زعم إجماع السلف على تكفير تارك عمل الجوارح، وأن عدم تكفير تارك أعمال الجوارح قول المرجئة، ثم قال في ثنايا كتابه: حتى أن الشيخين رحمهم الله من علماء بلادنا اتفقا كما سبق بيانه أن من لم يكفر بترك عمل الجوارح، قوله هذا هو قول من أقوال أهل السنة ولا يخرج عن أهل السنة بمقولته تلك، فما ردكم حفظكم الله؟ هذا هذيان لا 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 نلتفت إليه ولا نشغل وقتنا به، هذا من جملة الهذيان الباطل المخالف للأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان الشخص نوى من الليل الصيام فاستيقظ، إذا كان الشخص قد نوى الصيام من الليل، نعم، فاستيقظ على بداية أذان الفجر فشرب ماء، فما هو الحكم؟ أذان الفجر يختلف، إذا كان المؤذن يتقيد بالتوقيت ويؤذن على الوقت فلا يجوز الشرب ولا الأكل، لأن أذانه علامة على دخول وقت الصبح، ما إذا كان المؤذن يبكر فلا مانع من الأكل والشرب، قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، يعني يبكر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، دل على أن المؤذن إذا كان يؤذن على الوقت لا يؤكل مع الأذان.
مثل أذان ابن أم مكتوم. وأما إذا كان يبكر فيوكل كما كان أذان بلال رضي الله عنه. وقصد بلال من تقديم الأذان ليوقظ الناس ويقدم لهم التهيؤ للسحور. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل فيقول: ما حكم التأمير في السفر؟ وهل للأمير طاعة؟ المسافرون يجب عليهم أن يؤمروا واحداً ينهي خلافاته، إمارة مؤقتة، إمارة مؤقتة وقت السفر. وفي بعض الأمور أيضاً، في بعض شؤون السفر فقط يطيعونه، في شؤون السفر فقط. هذه إمارة مؤقتة وفي حدود، وتأمير الأمير سنة فيها لأجل ينهي خلافاتهم إذا حصل بينهم خلاف، يعين لهم المنازل ويعين لهم وقت الرحيل وينتهون إليه ولا يصير هناك جدال. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: تسوك الصائم فنزل من فمه دم بسبب هذا الاستياك، فهل يبطل صومه؟ لا، ما يبطل صومه، يلفظ الدم والحمد لله ما عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله، إلى آخر الحديث. السؤال: هل يدخل من سئل نعم أو من سئل بوجه الله؟ وكاتب سأل همزة فقلت لا، من سئل بوجه الله ثم لا يجيب، لأن هذا يدل على تهاونه بحق الله سبحانه وتعالى. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أمور الدنيا ما تسأل بوجه الله، ما تسأل بوجه الله، إنما يسأل بها الشيء العظيم وهو الجنة، تقديراً وتحتراماً لأسماء الله وصفاته. نعم. تكملة السؤال يقول: هل يدخل في هذا اللعن من قال لشخص: أسألك بالله وليس بوجه الله؟ لا، هذا غير. أسألك بالله هذا يمين، حلف، حلف عليك، حلف عليك، تبر بيمينه، لا تؤثمه، هذا أخوك حلف عليك، تبر بيمينه. من سألكم بالله فأعطوه ولا تحنثه في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم تقبيل اليد والرأس. يجوز للعالم وللوالد، يجوز للعالم وللوالد وللأمير فقط. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم أفلام الكرتون. صور ناطقة ومتحركة هي أشد. نعم. وهذا يسأل عن جملة: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. يسأل إيش؟ عن جملة تنتشر كثيرا: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. نعم، المعنى صحيح، هي ما هي بحديث فيما أعلم، إنما هي بحديث، إنما هي من الحكمة ومعناها صحيح. إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، أما إذا أمرت بشيء لا يستطاع فهذا يسبب المعصية، يسبب معصية أمرك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: حديث لا صلاة لمن يحضره طعام، هل يدخل فيه إمام المسجد؟ إمام المسجد ما يخلي عشاء وقت حضور الصلاة، لكن لو قدر أنه صدفة حضر الطعام يأخذ نهمته منه قبل أن يذهب، يأخذ نهمته وما يسكن شهوته ونفسه ويروح يصلي، وهذا ما يأخذ منه وقت، يعني لحظة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن نخرج الزكاة قبل أن يحول عليها الحول بثلاثة أشهر؟ لا بأس، تعجيل الزكاة يجوز لمدة حولين إذا دعت الحاجة إلى هذا، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: نام أناس في أيام التشريق في العزيزية بمكة بدل منى، هل عليهم شيء؟ طبعا هم يرمون الجمرات ثم يعودون إلى المبيت بالعزيزية وقد كانوا تبعا للمخيم. إذا كانوا لم يجدوا مكانا في منى، لم يجدوا مكانا في منى، فهم معذورون،
هم معذورون، لم يجدوا مكانا ولا يستطيعون الذهاب بالليل، يمشون ويبيتون في منى ويرجعون، أو كانوا عاجزين أو مرضى أو كبار سن ولا يستطيعون الذهاب إلى منى، هذا معذورون. لا واجب مع عجز، يسقط الواجب مع العجز. اتقوا الله ما استطعتم، لكن الأفضل والأكمل لمن لم يجد مكانا في منى أن ينزل بطرف الحجاج القريب من منى، ينزل بطرف الحجاج قريبين من منى، ولا يروح للعزيزية والأشقق والمكيفات ولا، وجاي حاج أشعث أغبر ما يجي ويرفه نفسه، هل يصير مع الحجاج، ينزل مع الحجاج ولو خارج منى. نعم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز استخدام بخاخ كباسين وأكسجين؟ هل يجوز استخدام بخاخ، تقول كباسين وأكسجين، عن طريق الفم أثناء الصيام في رمضان؟ اللي يدخل إلى الجوف لا يجوز، من البخاخ وغيره يدخل إلى الجوف وينشط الجسم، وفيه ماء وفيه دواء، فيه ماء وفيه دواء يدخل إلى الجسم، خليه في الليل، استعمله في الليل، وإن كان لا يستطيع البقاء إلى الليل يستعمله يقضي هذا اليوم لأنه مريض. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الدعوة بإلقاء المحاضرات المضحكة حتى يقبل الشباب ويحبون الدعوة ويحب الدعوة والاستقامة من الوسائل الدعوية الصحيحة؟ أمور الدين ما يدخلها شيء من هذه الأمور، الاجتهادات والأمور الدين أمور جد وأمور حزم وبيان، ما يدخلها المضحكات والملهيات، هذا مما أحدثه بعض الناس اللي يزعمون أنهم من الدعاة، وليس كذلك، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بهذه الأمور، كان يتلو عليهم القرآن ويدعوهم ويأمرهم وينهاهم، ما كان يجيب لهم مضحكات وأشياء من هذه التوافه التي يستعملها من ينتسبون إلى الدعوة الآن. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل فيقول: الإسبال معصية وهو مجاهرة بالمعصية، فنرجو منكم نصيحة لمن هو مسبل. أنا ما أرى ولله الحمد في الإخوان واحد مسبل، ما أرى فيهم أحد مسبل، وإن قدر أن أحد منهم ما انتبه يمكن أنه يحصل منه شيء ما ينتبه له، لكن يتفقد نفسه ويترك الإسبال. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لدي زكاة مال حال عليها الحول، ولي أقارب فقراء خارج البلاد وأريد أن أتصدق عليهم، فما الحكم؟ يجوز أنك تنقل الزكاة إلى أقاربك محتاجين ولو خارج البلاد، يجوز هذا عند الحاجة، والأصل أن الزكاة في مكانها وفي بلدها، لكن إذا دعت حاجة إلى نقلها لا بأس ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هناك من إخواننا من يقص ويرتب لحيته من الجوانب حتى يكاد يحلقها، نرجو توجيهكم حفظكم الله. هذا لا يجوز، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى، وقصها ليس توفيرا، وأمر بإرخائها وإرسالها، هذا فاعل لمحرم، القص والحلق والنتف كله محرم هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم إطالة الدعاء في الوتر في شهر رمضان، وما حكم ترتيله ما حكم إطالة الدعاء في الوتر في شهر رمضان؟ قنوت. نعم. هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، يشق على المأمومين، فيختصر يأتي بدعوات شاملة وعامة ولهب كثيرة، لا يحرج المأمومين ويشق عليهم. نعم. وما حكم ترتيله مثل القرآن؟ ما يعتبره قواعد التجويد، ما تكون إلا في القرآن، ما تكون بغير القرآن. نعم. لكن أنه يحسن صوته ما يخالف، لا بأس،
نعم. ويقول: وما حكم الوصف في الدعاء مثل ما يفعله بعض الأئمة عند ذكر الموت فيذكر صفة الموت وصفة القبر ونحو ذلك؟ إيش؟ ما يفعله بعض الأئمة عند الدعاء في القنوت عند فيصفون الموتى ويصفون القبر وهم في دعاء القنوت. هذه تفاصيل لا داعي لها وتشق على الناس، تشق على الناس، والناس يعرفون الموت ويعرفون القبر، لكن حثهم على العمل الصالح والاستعداد للموت والقبر. أما أنك تقول القبر كذا والموت كذا، هم يعرفون هذا، ما يحتاج. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: تركت صلاة مرة واحدة قبل 30 عاما تقريبا، وكنت مسافرا ولا أذكر هل صليتها أم لا، والآن أنا في هم كبير، فكيف العمل وكيف أقضيها؟ اقضها يا أخي، أبرئ ذمتك، اقضها الآن والحمد لله. نعم، بعدين تطمئن نفسك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ماذا يقال في سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر؟ يقال ما يقال في سجود الصلاة، سجود التلاوة، سجود الشكر، يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويكررها، وإن جاء مع ذلك بدعاء فلا بأس، يدعو الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أشكل علي فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم اليوم 30 إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر، كيف يصوم وهو راوي الحديث في البخاري؟ فإن غم عليكم. اجتهاد، قلنا لكم هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. وأما الحديث فهو على خلاف هذا، ينهى عن صوم يوم الشك. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول فيه السائل: ما حكم ترتيل الأذان؟ طيب، يعني إلقاء الأذان بتؤدى وتأني وتحسين الصوت به طيب، نعم، لكن لا يكون فيه تطريب أو تكسير، تطريب على شكل الأغاني هذا لا يجوز. نعم. وهذا سائل يقول: رفع الإزار إلى نصف الساق، هل ثبت في ذلك حديث صحيح؟ نعم، في الحديث إزرة المؤمن إلى نصف الساق، هذا إذا كان المجتمع كله يعمل هذا، أما ويلبسون الأزر، أما اللي يلبس الثوب غير الإزار، الثوب يكون إلى الكعب، وأما الإزار إذا كانوا يلبسون الإزار فهو إلى نصف الساق. حديث وارد في الإزار ما ورد في الثوب. نعم. وهذا سائل يقول: هل يسجد المصلي سجود السهو في النوافل؟ نعم، النوافل مثل الفرائض، إذا سهى فيها يسجد للسهو مثل ما يسجد في الفرائض.